Hello my friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ إن شاء الله تكونوا كلكن منيح. How do you feel today? Are you happy? Are you excited? اليوم بدنا نتعلم إشياء كتير حلوة وجديدة. Are you ready? هل أنتم مستعدين؟ حضروا الورقة والقلم وخلينا نبلش. بس قبل خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song وأنا برجع لكم. What is this? This is a desk. Desk. And what's that? That is a book. Book. What is this? This is a pen. Pen. And what's that? That is a folder. Folder. What is this? This is a rubber. Rubber. And what's that? That is a bag. Bag. إجا الوقت حتى نقرأ مع بعض. Are you ready? Let's read. خلينا نقرأ شو في على اللوح وبعدين بدنا نشوف شو القاسم المشترك بين هول كاتبينهم. منبلش بأول صورة. Look at the first picture. شو عندي بأول صورة؟ عندي ولد عم يتحمم. إنه يستحم. منقول بالإنجليش I take a bath. أنا بستحم. أنا بتحمم. لازم كل يوم نحن نتحمم حتى نحافظ على حالنا نضاف. بتاني صورة عندي ولد عم يتمرن. شو يعني بتمرن بالإنجليش؟ قول I exercise. يعني أنا بتمرن وبعمل رياضة. كتير مهم إنه نعمل رياضة حتى تضل صحتنا منيحة. فإذا I take a bath. I exercise. يعني بتمرن. أما هون ففي بنت. شو عم تعمل هيدي البنت؟ عم تاكل إشياء صحية. شو لازم ناكل نحنا؟ ناكل حيالة أكل أو لازم ناكل وجبات صحية؟ لازم ناكل إشياء بتفيدنا، بتفيد صحتنا. بقول I eat healthy food daily. daily يعني يومياً. daily يعني يومياً. إذن كل يوم أنا كل يوم لازم أكل وجبات صحية. كيف يعني؟ أي أكل هو صحي أكتر شيء؟ في الفواكه وفي الخضرة vegetables and fruits. وكمان في كتير إشياء بتعملها الماما كتير صحية لازم أكلها. هون عنا fruits وعنا vegetables. فإذن I eat healthy food daily. أنا بأكل إشياء صحية كل يوم يومياً. فإذا صار عندي ثلاث أشياء. أول شيء I take a bath بتحمم. ثاني شيء I exercise بتمرن أو I do sports بتمرن وبعمل رياضة. ثالث شيء I eat healthy food daily بأكل إشياء صحية كل يوم. خلينا ننتقل شوف شو بعد في أشياء على تاني ميلة. هون عندي ولد معضوم عم بفرش سنينه. مين بفرش سنينه كل يوم؟ Do you brush your teeth every day؟ بتفرش سنينك كل يوم؟ أو هل أنت بتفرش سنينك كل يوم؟ لازم كل يوم نفرش سنيننا. I brush my teeth. أنا بفرش سنيني. I brush my teeth. بفرش سنيني. Daily. كل يوم. أما بتاني صورة فعندي بنت عم بتغسل وجهها. عم بتغسل وجهها بالماء. شو بقول؟ I
wash my face. بغسل وجهي كل يوم الصبح لما أقوم من النوم بغسل وجهي. I wash my face. تتذكروا أخذنا من قبل my face. عندي my eyes, my nose, my mouth, my ears. تتذكرون أخذناهم بالحلقات السابقة my face. I wash my face. أنا بغسل وجهي. وبآخر صورة عندي بنت عم بتمشط شعرها. بالإنجليش بقول I comb my hair. أنا بمشط شعري. I comb my hair. عندي هون my hair, my face, my teeth. أخذناها من قبل. وين بتتذكروا أخذنا my? My, your, his, her, our, your, their. How the possessive adjectives. Very good. أخذناهم بالحلقات السابقة. My هي بتعود لإلي أنا. My teeth أسناني أنا. My face وجهي أنا. My hair شعري أنا. عم توصف لمين الشعر؟ لإلي أنا. لمين الوجه؟ لإلي أنا. لمين السنين؟ لإلي أنا. My teeth, my face, my hair. I brush my teeth. I wash my face. I comb my hair. فإذن عنا هون ست أشياء لازم أعملهم تحت أكون أنا بصحة جيدة. To stay healthy, تحت ضل أنا صحتي جيدة. I take a bath, بتحمم. I exercise, بتمرن. I eat healthy food daily, باكل أكل صحي. I brush my teeth, بفرش أسناني. I wash my face, بغسل وجهي. I comb my hair, مشط شعري. تعملوا أصدقائي أنتوا هودي الأشياء؟ لازم كل يوم نعملهم. لازم كل يوم نتحمم. كل يوم نمشط شعرنا. نغسل وجهنا. فرش أسناننا. نتمرن. نتحرك. وناكل أشياء صحية. ما تنسوا أيدون عندكم. وما تنسوا كل يوم تعملون لحتى نبقى بصحة جيدة وقوية. أنا هلأ برجع لكم بالفقرة التالية. Brush, comb, food, water, sick. Open your eyes and open your ears. افتحوا عينيكم منيح وطلعوا على اللوح. تتذكروا أخذنا من قبل في عنا verb and noun. Verb هو لما دل على شيء أنا عم بعمله. مثل I run أنا بركض. هيدا verb. أما إذا قلت سارة. سارة هي بنت. اسم بنت. It's a noun. إذا عندي اسم أو إنسان أو حيوان أو شيء بقلو noun. أما الverb فهو الفعل. تعالوا نميز بين الverb والnoun. عندي أنا بهيدي الغيمة بالcloud verbs and nouns. بدي أكتب تحت الverb كل الأفعال وبدي أكتب تحت النoun كل الأسماء. أول شيء عندي run. run يعني I run أنا أركض. هل هذا الشيء بيدل على فعل معين او على عمل عم بعمله او هو اسم حيوان انسان او شيء؟ run انا عم بعمل شيء. انا عم بركض. هذا الشيء بيدل على فعل. فاذا it's a verb بحطه هون.
run. It's a verb. بعدين عندي look. Look. Look يعني انظر. Look. أنا look هو شوي اسم حيوان، اسم إنسان أو اسم شيء. Look يعني انظر. هيدا عمل عم بعمله أنا، عم بتطلع، عم بنظر. فإذا look it's not a noun. It's a verb. بحطه كمان تحت الverb. بيرجع عندي door. باب. door. باب. هل هو اسم إنسان؟ اسم حيوان؟ اسم شيء؟ صح، الباب هو شيء وما بيدل على فعل معين. دور، باب. فإذن it's a noun، هو اسم شيء، بحطه تحت الناون. رحطه بلون تاني. دور، noun. أما هون فعندي people، عالم. people وناس. people هني هو اسم حيوان؟ أكيد لا. اسم شيء؟ الناس هني عالم، هو اسم إنسان، بيدل على عالم، بيدل على إنسان. فإذا it's a noun، ما عم بيدل على فعل معين أو على حركة. people it's a noun، بحطه تحت noun. كمل عندي play. I play. أنا ألعب. I play. عم بيدل على عمل معين. فإذا it's a verb، بحطه تحت الverb. بيرجع عندي drive. مين بيتذكر شو يعني drive؟ يقود. I drive. أنا أقود. هل هيدا شيء بيدل على إنسان؟ drive؟ لا، منه اسم إنسان. هل drive اسم حيوان أو اسم شيء؟ drive عم بيدل على عمل معين أنا عم بعمله. أنا أقود السيارة، عم سوق. فإذن it's not a noun. It's a verb. عم بيدل على عمل معين. بحطه هون drive. بيرجع عندي pen. قلم حبر. pen. لما أقول أنا قلم حبر، هل هيدا شيء بيدل على عمل؟ ما بيدل على عمل. It's not a verb. It's a noun. بحطه تحت الناون. بيرجع عندي آخر كلمة exercise. exercise مثل I exercise daily، أنا بتمرن كل يوم. exercise عم بيدل على عمل معين. it's not a noun، منه اسم، هو فعل verb، عم بيدل على verb معين. بحطه هون. exercise. فإذا خلينا نرجع نقرأ مع بعض. All the verbs، الأفعال. run، I run، أنا أركض. look، أنظر. play، ألعب. drive، أقود. exercise، أتمرن. كل هودي الكلمات بيدلوا على فعل، على عمل معين. it's a verb. أما هون فعندي noun. noun هو الاسم. عندي door، باب، اسم شيء. people عالم. وpen كمان هو شيء، هو قلم حبر. هودي كلهم nouns. اما اذا قلت انا كمان زدت من عندي سارة، سارة هو اسم بنت، ما بيدل على فعل معين. it's a noun، وبيدل على بنت، عالم، اسم انسان، سارة. اذا قلت انا tiger، tiger يعني نمر. tiger هيدا اسم حيوان. it's a noun، كمان ما بيدل على عمل، ما انه فعل. it's a noun. اصدقائي، عرفتوا هلا شو الفرق بين الverb والnoun؟ نحن اخذنا قبل انه بكل جملة، بكل جملة، in each sentence، لحتى تكون الجملة صحيحة لازم أول شيء يكون فيها verb، لازم يكون فيها فعل، وتاني شيء لازم تعطي معنى تام، لازم تعطينا معنى نفهمه. شو رأيكم هلأ ننتقل لهون؟ عندي سؤال لازم جاوب عنه. Is this a complete sentence؟
هل هيدي جملة كاملة؟ هل بتعطي معنى؟ وهل هي فيها verb؟ حتى تكون جملة تامة لازم يكون فيها verb ولازم تعطي معنى منيح وجيد نقدر نفهم شو عم بيصير. خلينا نبلش بأول وحدة بدي أقراها، وإذا كانت sentence a complete sentence بتعطي معنى رح أتحدى تك. عندي in the room، في الغرفة. فيها شي verb؟ فيها شي فعل هيدي الجملة؟ وين الverb؟ إذا أنا قلت in the room قلب الغرفة، فهمتوا شي؟ ما فهمنا شي، شو صار؟ ما فهمنا شو صار؟ It's not a complete sentence، ما فيها verb وكمان ما بتعطي معنى تام، فإذا It's not a complete sentence. أما هون فعندي He is sick، هو مريض. وين الverb هون؟ عندي verb is، verb to be، I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are، they are. هيدا verb to be، فإذن عندي verb أنا هون is، he verb. وهل الجملة عم تعطينا معنى؟ he is sick، إنه مريض. فهمنا شو صار؟ هو مريض، عطتنا معنى تام، فإذن it's a complete sentence لحتحدتك. منكمل. عندي هون come here، تعال هون. come here لما أقول come يعني تعال، هيدا verb تعال، عم يعمل شي، عم يجي. come هو الverb، فإذن هيدي الجملة فيها verb. وإذا قلت لكم أنا أو قلت لصبي come here، تعال هون، هل فهمنا؟ فهمنا المعنى؟ عطت معنى تام، come here يعني تعال عندي، عطت معنى تام، فإذا it's a complete sentence بحتحدتك. برجع لهون the girl and the boy، البنت والصبي. فيها verb؟ وين الفعل؟ شو عم يعملوا؟ فيها شي verb بالجملة؟ The girl and the boy. ما فيها verb. طيب عطتنا معنى؟ فهمنا نحن شو صار؟ The girl and the boy. شو يعني؟ البنت والصبي. ما فيها معنى. فإذا it's not a complete sentence. ما فيها لا verb ولا عطتنا معنى تام. فإذا ننتقل لآخر جملة. Sarah in the room. خلينا أول شغلة بنعملها منشوف إذا عندنا verb. Sarah in the room. سارة في الغرفة. في verb؟ شو عم تعمل سارة بالغرفة؟ في شي verb to be؟ قالوا شي سارة is in the room؟ ما في is، ما في verb to be. في شي verb تاني؟ ما في verb تاني. فإذا ما في verb، إذا قلت سارة in the room، سارة بالغرفة، ما فيها verb، ما عطت معنى تام. It's not a complete sentence، ما رح تحدتك. فإذن أصدقائي he is sick فيها verb وعطيت معنى إنه مريض. come here تعال هون فيها verb وعطيت معنى. هودي الاثنين هن sentences complete sentences لأنه فيهم verb وعطونا معنى، أما الباقيين ما فيهم لا verb ولا عطوا معنى تام، فإذن they are not complete sentences. ما تنسوا أصدقائي وما تنسوا الفرق بين الverb فعل يلي بيدل على عمل معين والنون الاسم، إذ ممكن يكون النون بيدل على إنسان، حيوان أو على شيء. إنسان مثل سارة، حيوان مثل تايجر، أو شيء مثل دور أو بن، باب وقلم حبر. وقبل ما نختم حلقتنا خلونا نتذكر شو الأشياء اللي لازم نعملها to stay healthy. What should we do to stay healthy؟ شو لازم نعمل تنبقى بصحتنا كاملة؟ I wash؟ لا ما عم غسل. I عم فرشي، قول I brush. I brush my teeth. I wash my face. I comb my hair. I take a bath. I exercise. I eat healthy food daily. daily يعني كل يوم. أصدقائي تمرنوا عليهم منيح وما تنسون، ولازم كلنا نعمل هودي الأشياء تتبقى صحتنا
منيحة. أنا بودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة، باي. Yummy, yummy, it's a cake. It is ready to be baked. Yummy, yummy, it's a cake. It is ready to be baked. Here's the fruit and the snack and some juice in a pack. Here's the fruit and the snack and some juice in a pack. We'll take it and bake it, we'll wrap it and pack it, we'll shake it and drink it. We'll take it and bake it, we'll wrap it and pack it, we'll shake it and drink it. Yummy, yummy, it's a juice.